قبل كل شيء خلينا نقولوا للناس احنا وين بالضبط توا. احنا في قرطاج الرئاسه. شنو اللي ورانا هذاك الكل؟ شنو اللي نشوفوا فيه هذاك الكل؟ هذوك مع عباد. اي توانسه. توانسه. بلادنا فيها وباء الكورونا. خرجوا يتفرهدوا هكا. نهار كامل نحنا في محصورين، هاو اليوم تو خرجنا. وانت واحد منهم؟ انا واحد منهم. ماكش خايف من الاكتظاظ؟ خايف اما لا غالب، لازم نتفرهدوا شوي. يلزم ديفولمون تقول انت؟ يلزم شويه. توانسه بالمئات موجودين على الشط، شفنا برشا تصاور قاعدين يدوروا على الفيسبوك، وتوانسه متغشين من المشهد هذا. قالك في جرة التوانسه المستهترين هذوما فما برشا توانسه اخرين باش يموتوا بالكورونا، شنو رايك؟ يعني نحن اللي في البحر هذا مش نكروا على العباد الاخرين، ما نصورش، عباد فدت برجولي، انا واحد نحكي على روحي، انا فديت باش نعمل؟ جيت نعمل غطسه، كورونا عارفينها بارتو، جيرانا بالكورونا، اولاد عمنا بالكورونا، باش نعملوا؟ جينا نبحروا كهو. مانيش مستهدر، انا واحد مانيش مستهدر، عندي عائلتي، عندي بناتي، عندي صغاري. مي خويا فدينا برجولية، ما نعرفش انا صحيح ولا مانيش صحيح، اما انا واحد من الناس فديت، جبت صغار جيت عملت غطس. نيفي بعيد شويه على العباد، نحاول لو ماكس، فهمتني؟ واحد يتجنب شويه، ما بارسا واحد ما عنده ما يعمل اليوم، حد بالله شنو باش نعمل في السخانه هذه، فهمتني؟ كي جينا برجولية انا تفاجات في بالي انا وكعبتين اخرين باش نلقاو رواحنا يا اخي، باش برجولية برشا امور. كيفاش تلقى محذيك كعبتين يا اخي؟ لقيت عمو بالواحد الدار ذيقه يا اخي، تصدمت كهو والله غالب، باش نعمل؟ عباد فاده خويا، عباد اللي نشوفوا فيه هذا الكل استهتار نتاع توانسه ولا توانسه فدين؟ توانسه فدين فدين. تو اي واحد تجبدوا على شيره تو يقول له كورونا وخايف، وعلى ابوه وعلى اخوه وعلى ولده، ومال اخويا العباد فدت برجولي. برجولي العباد فدت. انا واحد من الناس كيما قلت لك، انا جبت ما نخافش على عائلتي، ما نخافش على روحي انا. لقيت ما نعمل خويا، جبت كريهبتي، جيت عملت غطسه نتاع سويعه ونص من زمان، وقصد ربي على روح، فهمتني؟ سافوار باش نطلع معك العباد المستهتره ولا مانيش مستهتره، الله اعلم. شفنا اليوم البحر في سوسه مسكر، نسمعوا بها ولكن اول مره نشوفوها. معني شنو هي مسكر؟ ما ثمش عباد قاعده تعوم يا خويا. انا واحد من الناس كان جيت لهنا لقيت مسكر، اني روحت هاو في سوسه، ها حاجه باهي، عباد صبرت، فهمتني؟ لهنا الله اعلم يا خويا، هاو نشوفوا تصاور فيسبوك باهتين خويا كيفاش هكا. هاو في راسك هذا؟ هذا خاطر ضارب، انا الشمس شدت لي في راسي، لبست شورت ضارب انا وسام، شكلت لي راسي ما عنديش حق مظلة، ولا تلبس شورت باش نبحر فيه ونحط على راسي بزونة. لا هكا توانسه ديما، مش توانسه كل، راهو كل واحد كيفاش عايش. راهو انا في مخي ضارب على الاخر، ما عم باليش بالوضع، ما عم باليش بالكورونا، ما عم باليش بالحكومة، وما عم بالي بحتى انسي هي بتباع باش نحرقوا. هاي انت شكون باش تحرق؟ كلنا باش نحرق، بالمؤمنين مع بعضنا كلنا نفركسوا في حرقة على قريب ان شاء الله. قيت خيط ولا مازال؟ لا ما نعطيش اسراري هذيك، خاطر احنا ابسط الحاجات، حتى العباد اللي مريضة بالكورونا توا ما عندهاش الاكسجين في السبيطار باش يتنفس، باش برشا حاجات. دولة مسيبة الشعب وتضغط على الشعب، تحب تحطه في الستريس، تحب تحطه في وسط الدار بالسيف ما يخرجش، تحبه ما يبحرش، وتحبه ما معناتها التجمعات هذه تمنح، وتحبك انت معناتها قاعده تقتل فيك عرق بعد عرق، ما تدريش على روحك وين وقتاش باش تموت وقتاش باش تحي. انت من كثر الستريس لبست شورت في راسك؟ ما زلت باش نلبس ظلفه نتاع عندي المره الجايه، تعرفوا الهندي ولا؟ طابي نتاع عندي باش نحطها فوق راسي، لان نخرج لهم زنديا بالريش. قلت ليش وين باش تحرق؟ والله انا نحب نمشي حتى للسومال المالي، ما اي بلاصه فهمتني، المهم نكون مرتاح فيها وكا، مش مشكلتي فلوس، خاطر نخدم انا لاباس الحمد لله. ماكش مرتاح في تونس؟ مانيش مرتاح فيها جمله، من الحاكم نتاعها يظلم برشا، رئيسنا راقد يضرب في النوم، ما عم بالوش بشعب، وتسمى تو نعمل تو تعرف العربيه اللي حكينا بها مفوره، فهمتني؟ يا قيس فاقل شعبك. لميت العائله وجيت اليوم الكارتا جميل كار. ايه واحد ديما محصور في الدار ما يخرج مره بكام بعد قديه، اي واحد كي يخرج بطبيعه يحافظ على روحه، يبعد على العبيد، يعقم روحه، ربي يقدر الخير وكا. كيفاش طول باش يعوم بحذاك تقول له زيد غادي مترو؟ بطبيعه هكاك لا، بطبيعه هكاك لا، اما قال لك عوموا بالواحد الدار ذيقه. قال الحق. حقهم يدخلوا بالواحد وكا. وإحنا لهنا شنو اللي نشوفوا فيه هذاك الكل؟ اي صحيح هو برشا استهتار الحق. قداش تقريبا هذوكم الكل؟ تجي تحسبهم تغلط. ان شاء الله ربي يسترنا ويربي يقدر الخير وكها. هذا يدل على استهتار التوانسه؟ هي بالطبيعه.
راكش تعمل هنا والدنيا واكله بعضها بالكورونا؟ والله يا اختي شوف، الدنيا واكله بعضها بالكورونا حاجه هذيك عندها برشا، معناتها مش اليوم واكله بعضها، عندها بيريود. وزيد معناها تو العباد باش تسكر عليهم، حتى البحر ما يتسكرش. البحر هل تسكر في سوسه؟ ماهوش مسكر البحر، مستحيل تسكر البحر. حتى كم تسكر انت سباس باش تلقى السباس الاخرى نجم يعوموا فيها العباد. معناها السباس الاخرى معناها مثلا حاكم قداش عندنا منعوم في تونس باش تسكروا بحر كامل؟ سامحني، كورونا الاولى وقت اللي سجلنا صفر حاله، علاش تحلوا في الحدود؟ معناها نجموا توا رانا نعوموا مرتاحين وما عندنا حتى قلق، ولا فما تسكير بلاد ولا فما حتى شيء، نجموا معناتها نتفردوا كأيوا الناس عادي نورمال. هنا في البلدان الاخرى وقت اللي يسكروا الحدود نتاعهم ما يدخلهمش اجانب منا ومنا ومن برا وكل شيء، جوهم باهي على الاخر. علاش انت وقت اللي سجلنا صفر حاله تجي تحل بلاد معناتها تدخل لعباد من برا وتيست معناتها يضربوا فيه بالفلوس؟ جيت تبحر جبت الاصحاب معاك؟ جبت اصحابي واحبابي كنا عاملين جو كذا، قالوا هيا نمشوا نعملوا تبحيره، قلت لهم هيا نمشوا نعملوا تبحيره، اما راهو في بالي البحر باش يسكروه، فهمتني؟ وتوا جا الحاكم ديجا باش يسكروا البحر، اما كما قالت لك المراه بكري ابعد شويه خلينا نعوم واحد دار ضيقه اسحب الواحد عوموا بالواحد الدار ضيقه ادخلوا عوموا، اللي باش يتحمل مسؤوليته يعوم يوم ما نروح بنومرو لازم يخرج بعد، فهمت؟ ينجم يبعد على العباد فمية سرا وبيعوم الناس الكل ولا ما تعومش الناس الكل. بالنسبة معناتها المخ هو العقلية، معناتها العقلية نتاع العباد، فما عباد بالرسمي خايفة ما تجيش، فما عباد راهي ما تجيش، فما عباد راهي ما تخرجش من ديارها تورا، فما عباد تجي خويا يقول لك فما عباد مستهترة كيما اللي نشوفوا. ينجم يكون استهتار كيما تقول انت، ينجم يكون ليرة يعني سبحان الله. زاد يعني وقت صيف معناتها تشوف سخانه واحد مريو الاكحل وكل شيء، يلزمني نعمل غطس، فهمت؟ يلزمني نتبحبح، عرفت الربطق. لكن مش وقته، مش وقته صحيح، عشيه يجي البحر مش تو قايل تو قصدي كورونا برشا. كورونا صحيح، فما كورونا مش وقته البحر، اما فما نجموا معناتها كان فما عقليه تاع عباد نجموا نعوموا مجموعات. كيف هذه؟ كيفاش؟ نسخ مع بعضنا تو ما شاء الله، تطور تكنولوجي فيسبوك، الناس كلها تعرف بعضها، هذا ما عرفتهم فيسبوك مثلا، نجموا نبعثوا لبعضنا كل حد يوم جماعة، جماعة قابس يعوموا نهار اثنين، يعني جاي من قابس نعوموا نهار اثنين، جماعة جندوب ما يعوموش. علاش ما يعوموش؟ خاطر يمشوا لتبرق يعوموا غد، فهمت؟ نقسموا شوية معناتها، خاطر احنا بحرنا في قابس خايب معناها، فهمت؟ بحرت على بكري؟ بحرت على بكري. هذا الكل توانسة في البحر؟ نورمالمون فيهم توريست مش تونس الكل. أنا توريست في تونس؟ مش توريست شوية جزيري ليبي مروكي. أما العدد الكبير هذا الكل؟ إي تسمى فرغ تاع. بربي. ولكن مع بي دوبل. في بلادنا عندنا وباء كورونا وعندنا 18 سلالة، أنت ماكش خايفة على روحك من هذا الكل؟ كاتبة حاجة تصير. في البحر باش نعوم بافيت زادة. إي مي عقلية التونسي هذيا كان كاتبة حاجة توا تصير خلتنا نخسروا 15000 تونسي. إي في بحار سامحني نعوم بافيت، على الأقل بافيت قالوا في ترونسبور نلبس في ترونسبور، قالوا في بلاصة بيبليك نلبس في بلاصة بيبليك. سوسة البحر مسكر. خاطر سوسة عندهم حالات أكثر منا برشا في بالي. كنت تتوقع إنه يجي نهار والبحر يتسكر؟ ما عاد خليه يتسكر. حرب العساس. فما بيسين. يظهر لي التوانسه الكل جاوا يبحروا وانت منهم؟ انا منهم، انا الاولى شفت الناس جيت مش باش نعمل. شنو خايفه من العدوى؟ واش خايفه؟ كان جات العباد خايفه ما تجيش، هاي الناس الكل ولد جت شفنا. انا خايفه بالطبيعه خايف، اما كي عاد العباد شفت العباد نلقى العباد داخل معاهم دخلنا واش باش نعملوا؟ خلي في البحر بالبافيت؟ لا ولي اخوتي بالبافيت، واخ بالبافيت خلاص، هاي الناس كل شفتي ايش عامل واحد بافيت؟ ما ثمش حتى واحد عامل بافيت، اما الناس الكل لازقه بعضها، ما ثم حتى فك الباراسول الناس الكل لازقه هكا بعضها، الناس الكل ما ثمش حتى واحد تباعد هذايا خلاص. ما قلتلوش اقرب غادي على الاقل؟ واش باش نقول له؟ كنت تقولي ليه تو يشري هذيك. عوموا بالواحد الدار ضيقه. هذيك هي. هذي البحر ضيق. انه حمي ماهوش بحر. مش خايفه انت مدام من العدوى؟ مش نعمل هاني مني من الشعب. جبت العائله وجيتوا تبحروا؟ اي بي. والوضع استثنائي اللي تعيش في بلادنا كورونا بختو؟ صعيبه شويه صبغي، الدنيا مسكره وواحد ما ينجمش يمشي لبعيد، ديما بحد الدار مشكله. مين جيت انت؟ من فرنسا. هنا قرابي فرنسا. رادس، من رادس انا. رادسي.
جبت العائلة وجيت تبحر، وانت تعرف اللي البلاد فيها برشا كورونا، فيها موتة، فيها وفيات. اي في بالي نتبع في الاخبار، ماش تحب واحد سيف سخانة، واحد يخدم عام كامل عنده كان السيف باش يتفرهد لازم يتفرهد شوية، الصغير عام كامل في الدار لازم يتفرهد شوية، يشوفوا شوية البحر، يشموا شوية ريح نتاع البحر ويبحروا. انا بيجي صارتني انا الكورونا العام اللي فات، بعد عملت الفاكسين كاو شدة في ربي كاو، ما عادش نعيش وما عادش نعمل حتى شيء، مش عيشة لازم واحد يعيش كمان، معناتها مستنسنا بيه تو. مي اون برانسيب انت مريت بالاكسبيريونس نتاع الكورونا، دونك تعرف اللي هي اختيره بالكدا، سي بور سا لازمك تخاف على العائله. سي سور سي سور سي سور، واحد يخاف على العائله ديما ديما خايف، سي نورمال. مي ورا زاده واحد ما يعمل حتى شيء يشد الدار، تو سي با بوسيبل، سي با بوسيبل في السخانه هذه، تو سي با بوسيبل، ما تجيش.